ومع الأسف تجد أن كثيرا من الناس في كثير من الدنيا يذهبون إلى بعض القبور ويزعمون أن فلان يقبل الخرابين وينفع المتقربين. هذا الشخص الذي يدعو غائبا لا يسمع كلامه أو ميتا ويستغيث به، هو لا يقدر على أن ينفع هذا الداعي ولا يعلم عنه، وعندما يريد أن يتعلق به يوم القيامة يتبرأ منه، يقول لا أحد أضل من هذا. لا شك أن الناس فيهم ضال وفيهم من هو أكثر ضلالا، هذا لا أحد أضل منه، يدعو ميتا يلتجئ إلى قبر، مثلا يذهب للسيد البدوي أو ما يزعم أنه الحسين في مصر أو النجف الذي يسمونه الأشرف، وما يقول بعضهم أن الله قال للكعبة لما ادعت أنها أشرف بقاع الأرض قال لا تربة كربلاء أعظم منك، نحمد الله على عافيته لنا من أن نتصف بمثل هذه العقول الفاسدة.